سؤال لو انا رسمت علم فلسطين على جلدي بقلم جاف في حاجه بس تعبير عن الولاء تعبير عن المشاركه الشعوريه ايا يعني كان يعني اقول ان لنصره فلسطين وسائل كثيره غير مجرد رسم العلم على الجلد بالقلم اذا عجزنا عن النصره باليد والرباط معهم فهناك النصرة بالدعم المالي وهناك النصرة بالدعم الإعلامي وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت ذلك للسواد الأعظم من الناس بسهولة وبيسر وأنت في مكانك لم تنقل قدما واحدة وهناك النصرة بالدعم السياسي وهناك النصرة بالدعاء مع تحري أوقات الإجابة فتخير من ذلك ما تطيقه وما تقدر عليه من وسائل الدعم النافعه حقا ويبقى ان ما ذكرته من العادات وهي على اصل الحل فلا حرج فيها ان شئت